مصادر ان تقول ابو ريان نواف العابد يعني خارج حسابات سيد دياز. تأثير هذا الغياب على نادي الهلال خصوصا نواف العابد هذا الموسم مقدم نفسه بشكل يعني جدا مميز، باستثناء يعني يمكن نقدر نقول المباراة الأخيرة مع المنتخب، خصوصا انه جاي بعد إصابة، لكن في الأخير هو ورقة رابحة عند مارفك في المنتخب او حتى ايضا في الهلال مع دياز. صحيح، يعني نواف لاعب مؤثر سواء في الهلال او في المنتخب، ولاعب كبير بامكانياته الفنيه، وهو من نوعيه اللاعبين اللي يقدر اذا انه اعطى انه يقدر من اللي يسمونه يشيل الفريق، يقدر يشيل الفريق في مباريات كبيره ويقوده الى انتصار، يقوده الى فوز مهما كان الخصم. ومباريات كثيره كان نواف فيها حاضر واستطاع انه يعني يقود فيها الهلال لانتصارات كانت حاسمه في مباريات كبيره. ولكن نواف يعني نفصل نواف اللاعب المهاري عن نواف اللاعب السلوكي. هو استبعده بسبب انه غاب عن تمرين. اعتقد نعم قبل امس. نعم، يعني للاسف انه نواف يظلم نفسه، ما هو احد غيره يظلمه. نواف يظلم موهبته، يظلم امكانياته، يظلم تاريخه، يظلم حتى ثقافته الاحترافيه وفكره الاحترافي. خلي الناس تاخذ، ترى نواف في السنه هذه بالنسبه للهلال يعني غاب اكثر مما لعب، غاب مباريات كثيره في الدوري، وغاب في الكاس، مباراه الكاس اللي خسرها الهلال من النصر ما كان موجود في كاس ولي العهد، ولا حتى ادواردو، يعني بسبب الايقافات. يعني لا، حتى نواف اصبح يعني مشاكسته للحكام كثيره، ياخذ كروت مجاني، يعني موقف مباراه المنتخب القادمه امام صحيح. استراليا لاعب، انت لاعب صانع لعب، لاعب وسط مهاجم، يفترض الاخطاء ترتكب عليك، الكروت تؤخذ بسببك من الطرف الاخر. سبحان الله، نواف هو اللي ياخذ الكروت، نواف هو اللي يتسبب في الاول، نواف هو اللي يوقف، نواف هو اللي يتشاكل مع الحكام. يعني نزق لاعب صراحه، يعني اخلاقه عفوا في الملعب، سلوكياته في الملعب للاسف ما هي سلوكيات لاعب محترف، ما هي سلوكيات لاعب عنده فكر ويقود فريق منتخبه، منتخب بلاده، يقود فريقه الى انه يتفوق ويفوز وينتصر. انت يعني يرتكب فاول او يرتكب خطا، بدل ما يعتذر يروح يتشاكل مع الحكم، ياخذ كرت، يوقف. بس ما يوقف، هل هو اللاعب الوحيد اللي يعني يمارس مثل هذه التصرفات ولا غيره من اللاعبين؟ يعني نشوف لاعبين كثير مميزين يقدموا مستويات مميزه ويمارسون نفس التصرفات. النماذج السيئه لا نقتدي فيها ولا نقول احنا زيها، يعني انا اقول اللاعب الماهر، اللاعب المهاري ذو الامكانيات الفنيه العاليه، يفترض انه يكمل هذه بفكر ينعكس على سلوكياته في الملعب، ينعكس على حتى احترافيته في